في هذه الأيام نلاحظ غلاء المهور، فهل من كلمة في ذلك؟ غلاء المهور هذا ما هو راجع إلى ضابط معين، المهور في كل وقت بحسبه، في كل وقت بحسبه، ولم يرد في الشرع تحديد المهور، وإنما ورد في الشرع الترغيب، الترغيب في تقليل المهر، لكن لم يرد تحديده. الذي ينبغي ويتأكد تخفيف المهور، أما إننا نلزم الناس بحد معين فهذا لا دليل عليه، ولكن زيادة المهور نظر لاختلاف الأحوال، اختلاف الأحوال والرخاء والغلاء ووفرة الأموال وقلة الأموال فهو أمر عرفي، لكن مع هذا ينبغي تخفيف المهور. نعم.